كان عندي سؤال الاولاني، احنا شايفين خمس علاقات اللاعبين وشايفين مشاركه حضرتك كبير جدا من اللاعبين الدوري المصري ومتالقوا جدا معاك في المنتخب، وحتى في الدفاع ربيعه دخل صبحي شفنا كوكا عيد والاعتماد على اللعيبه اللي تحت 23 سنه مع المنتخب الاولمبي. هل برضه النهارده عرب الدوري النهارده هل مشاركه مصطفى شويه كانت ضمن التفكير ده حضرتك في النزول بالاعمار؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انت برضه شايف يعني انا بقول انا كراجل صحفي يعني شايف تونس بتخسر، شفت البوركينا بتخسر، ده بتخسر في امم افريقيا، نيجيريا نفس الكلام، كل متفادي بتخسر. انت بتشوف ازاي مبدا ان بتشوف بعض الانتقادات وان بيبقى في ساعات تقليل المنتخبات رغم ان احنا خسرنا منها قبل كده؟ شكرا. يعني في الاول بالنسبه لمصطفى شوبير، الحمد لله احنا عندنا اربع حراس مرمى على مستوى عالي جدا. انا فضلت من القرار يعني انا والجهاز كنت عايز يعني عايز ادي وعايز ادي العواد وعايز ادي لمصطفى. انا عارف ان مصطفى ما لعبش مع النادي الاهلي بسبب ظروف يعني الجهاز الفني في بعض المباريات في جهاز النادي الاهلي فضل ان هو حتى في ماتشات معينه كان لكن دي حاجه شخصيه او حاجه قريه بالنسبه للمدير الفني يعني، ولكن اتمنى ان هو يكون في المباراه الاولى. لكن انا حاسس ان مصطفى بيتمرن كويس وعواد عمل اداء عالي جدا مع نادي الزمالك في السوبر وغير السوبر في الدوري، لكن كلهم روحهم كويسه. ف كنت حريص ان ما فيش حد ما فيه حتى في المسانده من اي حد يلعب كانت موجوده بصراحه، وكلمتهم قبل المباراه كلهم الثلاثه اللي كانوا موجودين وكلهم كانوا قال اي حد يلعب ودي روحيه المفروض كويسه. لكن كنت اتمنى لو نتيجه كويسه كنت عارف حساب ان انا اشتغل على الجولين، كان في جولين ممكن يلعبوا يعني واحد ينزل الشوط الثاني او ثلث الاول او ثلث الشوط الثاني. يعني هو لو النتيجه كانت ايجابيه انا كنت عامل حساب ان لو مصطفى بدا كان عواد اشتغل او العكس، لكن الحمد لله اللي جاي لكن عندنا اربع تمرات راس مرمى ما يقلقش منهم. بالنسبه انا بص النقد بالنسبه لي النقد الايجابي ان انا نتناقش في حته فنيه ان احنا نقول مثلا الطريقه بتاعتنا كذا الطريقه كذا، طب ايه، طب مين رايح مين داخل مين خارج واللاعبين، لكن احنا هنقعد ما نبصش ان احنا بنقسم او بنسخر من نجاحاتنا. يعني احنا عموما في مصر بنحاول نقلل من بعض يعني احنا ما بنعملش كده. الانديه المصريه بتشترك في بطولات افريقيا، لو لعبت مع الجيش اللي مش عارف مين سيمبا